قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. لعلات معناه من أب واحد وأمهات متفرقة. قال: دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. إذن دين الأنبياء هو دين الإسلام، دينهم واحد أي الإسلام. والله تعالى قال في حق إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به واشهد بأننا مسلمون. وكذلك سيدنا سليمان عندما بعث بكتابه الذي كتبه لبلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.